التليفون وشنو هو اللي نجم يعمل في الناس؟ شو اللي نجم يعمل باللي فيه صدقا، او بالواحد ينجم يتخيل انه فيه؟ التليفون هو الخيط اللي نجم يفسر لنا شنو اللي باش يصير بالضبط في القضيه اللي تهزنا للقصرين، قضيه تاع جريمه قتل باش تصير في وسط عائله 10 سنين بعد علاقة، 10 سنين بعد الزواج موجود ما بينات الراجل ومرته، باش تصير جريمة في وسط دار مرته. علاش؟ كيفاش؟ شنو اللي صار بالضبط؟ شنو حكاية التليفون؟ وشنو حكاية المقرونة بتاع الصيد؟ هذا اللي نشوفوه في تفاصيل هذه القضية. Thank you.